والضربة الركنية من ناحية الشمال. واقفين على خط ال 18 لاعبي المنتخب المغربي غير الاثنين ايمن رفيق واللاعب سعد الحداد. تتلعب الكرة العرضية الرأسية موجودة من معتز محمد. يا ولد يا معتز تطرد، ركز هنا بيبو، بيبو عايز يقطع مشوار لكن تتقطع، خطيرة دي للمنتخب المغربي. اقفل العرضية، اقفل زاوية العرضية، تتلعب مردودة مرة ثانية كباكا تطرد، لكن الهدف الأول لصالح المنتخب المغربي. سعد الحداد، سعد الحداد الهدف الأول في الدقيقة 40. استغلال للأخطاء الدفاعية لصالح منتخبنا من الأول. أدي ميكالي الخطأ في عمل هجمة مرتدة، استعجلوا أولادنا إنهم يعملوا هجمة مرتدة، تتقطع وتوصل ناحية شمال عند اللاعب معدة حق يلعب الكرة العرضية، ما نقدرش نشتت الكرة لا في الأولى ولا في الثانية. خلينا نشوفها مرة ثانية، أدي الكرة العرضية بوش رجله الخارجي، معتز يلحقها، كباكا يحاول، أدي التسديدة من سعد تخبط في محمود لبيب وتروح، هدف أول لصالح المنتخب المغربي. 1-0، شد المنتخب المغربي شوية قدر يسجل هدف عن طريق المزعج سعد الحداد لاعب فيتزينيا الإيطالي. ضربة ركنية لصالح منتخب مصر من ناحية اليمين، رايح لها محمود لبيب عشان يلعبها بالقدم اليسرى، يبقى فيها السويرف تلف ناحية يانيس بن شاوش، تتلعب الكرة العرضية على القائم البعيد، اطلع من الدور الثاني لكن يطلع لاعب المنتخب المغربي قلب الدفاع عبد الحميد بودلال، وتطلع ركنية ثانية لصالح منتخبنا. محمد وهبة هيلجأ للأوراق البديلة، قال كله يسخن، وده المتعارف على فكرة في مباريات الشباب ان الشوط الثاني بيبدأ على طول المدير الفني يبتدي يسخن كل الاحتياطي اللي موجود معاه علشان هو مش عارف هيستعين بمين امتى، فالكل يبقى جاهز في أي لحظة. كل مدير فني عمل تبديل. نشوف المنتخب المصري يلعب الكرة العرضية، يلا الرأسية، يلا الرأسية، هي الهدف الأول، هي الهدف الأول. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف أول من محمد سمير، محمد سمير يتعادل، ومن نفس الكاس، من نفس الكاس منتخبنا. أخطاء دفاعية للمنتخب المغربي وفي نفس الزاوية وفي نفس المرمى محمد سمير يسجل هدف التعادل. لا الدش كان سخن، الدش كان سخن بين الشوطين من ميكالي، ميكالي إدى الدش سخن بين الشوطين، شبابنا نزلوا مركزين، ومحمد سمير الباك اليمين يقدر يدرك هدف التعادل. الرأسية يتصدى بن شاوش، يعمل الفولو بنفسه ويسجل هدف التعادل لصالح المنتخب المصري. حلوة يا أولاد، حلوة يا أولاد. بعد 4 دقائق محمد سمير يسجل هدف التعادل. لازم نركز هنا يا أولاد، لازم نركز هنا في الكرات. الكرة من ناحية اليمين، علي معمار يرجعها لمرابط، يحطها على الأرض، عايز يعدي، عايز يسدد، ماشي بالكرة لسه من ناحية شمال، معدة حق يسلمها لفؤاد. خلي بالك وادي الهدف، لسه بقول لازم التركيز، لسه بقول لازم التركيز. البديل، البديل اللاعب عثمان معامة، عثمان معامة يسجل هدف تاني لصالح المنتخب المغربي. تبديلات محمد وهبة أتت بثمارها سريعا، لاعب مونبلييه الفرنسي يسجل، لكن واضح المنتخب المغربي ضغط، ضغط في الكام دقيقة اللي فاتوا، ضغط وصل للمرمى، كان في عدم تركيز من لاعبتنا جوه الملعب، قدر المنتخب المغربي انه يسجل. الكرة اللي فاتت كانت جرس انذار، الكرة اللي فاتت رأسية أيمن ركيك اللي أنقذها عبد المنعم تامر، دي كانت جرس انذار. بدل ما نركز لمنتخبنا إن احنا ننفذ هجمة مرتدة أو نهدي اللعب علشان المنتخب المغربي كان هو اللي ضاغط، سيبنا الكرة للمنتخب المغربي، راح من ناحية شمال فؤاد زهواني وعمل العرضية، أهو الراجل، الراجل رقم 10 معدة حق، فضل ماسك الكرة لوحده محدش ضاغط عليه، لعبها لفؤاد زهواني.